بسم الله الرحمن الرحيم. بلاغ صحفي عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة. انعقد يوم الخميس 2 ربيع الآخر 1439 هجرية الموافق ل 21 دجنبر 2017 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وتقديم عرض حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعيين في مناصب عليا. في بداية الاجتماع تقدم السيد رئيس الحكومة بكلمة حمد الله تعالى فيها ليتوقف عند الحدث الهام المتعلق بهذا المجلس والمتمثل في عرض الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان واعتمادها، حيث أخبر أن الحكومة بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ستعمل على قبل نهاية هذه السنة على بدء وتسوية الملفات العالقة المتعلقة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة وأن عدد من الملفات تتوفر على قرارات تحكيمية فضلا عن ضرورة الوفاء لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة. وأكد السيد رئيس الحكومة أن بلادنا تحلت بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها والوقوف عن ما فيه من عناصر تقدم وأيضا ما فيه من أخطاء يتم التقدم لمعالجتها، فهناك أمور إيجابية لكن أيضا هذا لا يمنع من أن هنالك جوانب نقص تنبغي معالجتها بمسؤولية، وأن ذلك يتم عبر عدة آليات منها الإنصات للهيئات الدستورية وللخبراء والفاعلين وللإدارة. بعد ذلك تقدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بعرض هذه الخطة، والتي أبرز أنها تأتي في إطار التزام أعلن في البرنامج الحكومي، ثم بعد ذلك لاحقا أعلن عن أنه قبل نهاية هذه السنة سيتم اعتماد خطة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان لأربع السنوات المقبلة، وأن المغرب باعتماد هذه الخطة سيصبح ضمن 39 دولة تشتغل بتخطيط استراتيجي للنهوض بحقوق الإنسان، وأن الفكرة انطلقت أولا في مؤتمر فيينا ل 1993، ثم في عهد حكومة السيد الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي تم إطلاق عملية الإعداد في 2008 إلى 2010، واليوم تم العمل على تحين هذه الخطة بمراجعة شاملة وأنتجت أربعة محاور: محور الديمقراطية والحكامة، محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، محور الحقوق الفئوية والنهوض بها، ومحور الإطار القانوني والمؤسساتي، وأربعة محاور 2018-2021 توزعت على حوالي 26 محور فرعي، واشتملت على أزيد من 430 تدبير. وقد تقرر أولا نشر الخطة في الجريدة الرسمية، وثانيا إحداث آلية للتتبع وتقييم تنفيذ الخطة، وثالثا تقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة التنفيذ، ورابعا إصدار تقرير نصف مرحلي حول مستوى هذا التقدم، على أساس أن الحوار سيستمر في القضايا المرتبطة بالإعدام وباتفاقية روما وباتفاقية 87 المتعلقة بالصادر عن منظمة العمل الدولية وبعض القضايا المطروحة في مدونة الأسرة. بعد ذلك صادق تضارس المجلس وشكل لجنة بين وزارية لتعميق المدارسة، ويهم مشروع قانون رقم 49/17 يتعلق بالتقييم البيئي، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويندرج في إطار تطبيق القانون 99/12 المتعلق بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية، وذلك من أجل تجاوز الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون 12/03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، خاصة عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسة التأثير على البيئة، عدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية، أيضا
إدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات صلة بالبعد البيئي الاجتماعي الاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي. بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون 71-17 يغير القانون 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به كل من السيد وزير العدل والسيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف هذا المشروع إلى تسميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية، وإعادة تكييف ونسخ بعض مقتضيات القانون السالف الذكر من أجل الفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر، مثل ما هو الشأن في جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها. كما أخذ المجلس بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت أثناء المناقشة. بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم جزء 17-748 يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف إلى إسناد الإشراف الإداري والتقني لهيئة واحدة للتسيير تتمثل في المكسب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، وذلك تكريسا للتوجه المرتبط بالتنمية الفلاحية المنسجمة والمستدامة والتدبير العقلاني للحصة المائية المخصصة للأغراض الفلاحية والمعبأة بواسطة سد دار خروفة. أيضا صدق المجلس على مشروع مرسوم جزء 17-739 بتطبيق القانون 51-15 القاضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني لمحمد الخامس، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف هذا المشروع إلى تحديد ممثلي الدولة في تركيبة مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس وإسناد أمر تعيين باقي الأعضاء وكيفية تعويضهم عند الاقتضاء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال، مع مراعاة صلة والصلاحيات المخولة إلى وزير الاقتصاد والمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المقدمة. بعد ذلك كانت هناك إفادة حول انطلاق الأسبوع الوطني الرابع المعرض الوطني للصناعة التقليدية، والذي سيمتد تقريبا في 12 مدينة ومركزيا 1300 عارض. كما صادق المجلس على أو تعيين السيد عبد الله الرئيس في منصب مدير المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز الطريق الوطني رقم 1 بين تيزنيت والداخلة في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محجوب الحراش في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، والسيد عبد الله جنتي في منصب مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسيد أحمد بن تهامي في منصب مدير شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية. وشكرا.